مشاهدينا مشاهدي صباح دريم، احلى صباح في مصر. جايين مع حضراتكم لمكان مميز ومختلف جدا النهارده. الحضاره 5000 سنه، تاريخ مصر كله متجمع في المكان ده. جلاله الملك توت عنخ امون، جلاله الملك رمسيس الثاني، تماثيل وقطع اثريه نادره جدا جدا. تاريخ مصر كله متجمع في هذا الصرح العملاق العظيم، المتحف المصري الكبير. بنتكلم عن قوه المتحف المصري، 100,000 قطعه اثريه. النهارده هنكون داخل هذا المشروع، هنشوف وقفات داخل المشروع، هندخل لتماثيل العظماء تمثال الملك رمسيس الثاني، هنوصل لمقتنيات الملك توت عنخ امون، هندخل لقاعات الترميم، هندخل معاكم للمعامل، هندخل لكل مكان. ولاول مره هنقف قدام تمثال رمسيس الثاني بعد نقله وفي اجراءات الترميم الخاصه به. وايضا هوصل معاكم للدرج اللي هيعرض عليه مقتنيات تاريخ مصر كله. هنا يلتقي التاريخ بالحاضر، هنا حضاره مصر تبدا من جديد في عهد جديد، وايضا هنا تنتهي حضاره 5000 سنه لتمتد معها حضاره جديده باذن الله. خليكم معانا، هنروح مع حضراتكم لداخل المتحف المصري الكبير في صباح دريم، احلى صباح في مصر. الموقع العظيم اللي احنا واقفين فيه ده من بره، والتفاصيل وشغل كتير، معدات كتيره شغاله، مكان عملاق جدا جدا ومساحته كبيره جدا جدا. قبل ما ندخل المكان، معانا الاستاذه ساره منسق علاقات دوليه في المتحف، وتقدري تقولي لي ايه عن المكان اللي احنا موجودين فيه دلوقتي؟ احنا هنا في الواجهه، قدام الواجهه الرئيسيه للمتحف المصري الكبير. هيكون عندنا اول قاعتين عرض خاصين بالملك توت عنخ امون، واللي هيكون فيهم الافتتاح الجزئي بتاريخهم الدرج العظيم، ودوت اللي هيكون عليه تماثيل الملوك الخاصه بعصور مصر في العصور الفرعونيه، من عصور ما قبل التاريخ لحد العصرين اليوناني والروماني. المتحف هيكون من اكبر متاحف على مستوى العالم ان شاء الله، حتى ولو لفتره زمنيه. هو اول متحف بيتخصص في حضاره واحده، هي الحضاره المصريه القديمه من عصور ما قبل التاريخ لغايه العصرين اليوناني الروماني. مهمه المتحف انه يكون مركز تثقيفي، مؤسسة تثقيفية تربوية غير مربحة. مهمتنا ان احنا نربط بين المجتمع والمتحف. ان شاء الله في انتظار الافتتاح الجزئي هنعرف تحديدا موعد الافتتاح الجزئي، مقرر انه على نهايه العام، لكن هنشوف التفاصيل كتير للافتتاح الجزئي وايضا للافتتاح الكلي ان شاء الله هيكون في المتحف امتى. ونتكلم في عدد قطع كبيره جدا، الاف القطع، ما يتجاوز 100,000 قطعه، فيهم قطع مستكمله وفيهم قطع ما زالت قيد الترميم. هنا من امام الاهرامات المصريه العظيمه ومن امام التاريخ المصري العظيم، هندخل معاكم داخل مكان الحفاظ على التاريخ ومنبع الحضارة والإنسانية داخل المتحف المصري الكبير. احنا بصحبة الدكتور طارق توفيق. دكتور طارق هو المشرف العام على هذا المشروع العملاق بكل ما فيه من محتويات وبكل ما فيه من مشروعات صغيرة وبكل العمالة اللي فيه وبكل حجم الإنجاز اللي جواه. دكتور طارق صباح الفل عليك في صباح دريم. صباح النور. دكتور داخلين على المشروع العملاق المتحف المصري الكبير، تاريخ مصر وحضارة مصر 5000 سنة، عايزة من حضرتك نبذة كده واحنا داخلين على المكان ده، تقدر توصف لنا فيه ايه حضرتك؟ احنا على مساحة كلية بتبلغ 490,000 متر. المبنى نفسه على مساحة 165,000 متر. احنا داخلين على الواجهة الجنوبية للمتحف اللي هتطل على الاهرامات. الواجهة دي عليها واجهات زجاجية ارتفاعها 25 متر، وبالتالي بتطيح رؤية رائعة جدا على الأهرامات. لأول مرة هتلتقي الأهرامات مع كنوز الملك توت عنخ آمون، بيطلوا على بعض، ده هيكون عنصر جذب شديد جدا وبيضيف سحر إلى هذه المنطقة. المنطقة دي هتكون هي القلب الحضاري النابض الجديد لمحافظة الجيزة، ومعلم جديد من معالم مصر وعناصر الجذب السياحي ليها. دكتور حجم العمل ضخم جدا، والمكان زي ما احنا شايفين مع سيادتك مكان عملاق، في شغل كتير، تقريبا حجم العماله اللي جوه المتحف قد ايه؟ العماله بتوصل يوميا لحوالي 5000 عامل.
عمالة مصرية بتقوم بعمل رائع جدا. يمكن الأعمال الخرسانية زي ما حضرتكم شايفين اكتملت خلاص، الأعمال المعدنية اكتملت، احنا دلوقتي شغالين في التشطيبات الداخلية والتشطيبات الخارجية، أعمال الساحات الخارجية، فبالتالي العمل على قدم وساق، ولكن المشروع مساحته ضخمة. متحف معناه مش بس مباني، ولكن معناه إعداد للعرض المتحفي، معناه إعداد القاعات من ناحية الإضاءة، من ناحية الصوت، من ناحية كل شيء، معناه إعداد فترين العرض. الآثار هي الأساس، تأمينها هو الأساس، فبالتالي المرحلة التالية هي مرحلة هامة جدا وفارقة في عمر المشروع. نقدر نقول لو اتكلمنا عن إنجاز المشروع كاملا، احنا دلوقتي تقريبا بنسبة قد ايه من إنجاز المشروع؟ المشروع خلصان منه ما يزيد عن 75%، وهي الأبنية والأشياء اللي كانت محتاجة وقت طويل في الإنجاز. 25% المتبقية أي نعم هي أعمال دقيقة وتحتاج إلى تركيز عالي، ولكن ممكن تتم بالتزامن، فبالتالي معدل الإنجاز أسرع من ذي قبل. خلينا ننزل ونشوف داخل المتحف بقى وبداية المشروع من البداية. احنا شايفين العمل مع الدكتور من خارج المشروع، والمنطقة اللي احنا فيها دي يا دكتور ممكن تسمى ايه، او يعني هل هي مجرد ممشى ولا هيكون فيها استغلال ليها؟ المنطقة دي هتستخدم كأحد مسارح العرض، لأنها بيطل عليها منطقة الدرج الخارجي. الدرج الخارجي ده مستوحى من الهرم المدرج في سقارة، ده في وقت مغيب الشمس هيبقى الجو لطيف وممكن يقعد عليه الزائرين، وفي المنطقة دي يتعمل عروض سواء مسرحية أو موسيقية أو طبعا الجميل ان هيبقى الزائر قاعد وعلى يمينه الاهرامات وامامه العرض اللي بيتفرج عليه. وشايف الواجهه الزجاجيه للمتحف. للمتحف بالطبع. نقدر نقول ان ده الدرج الخارجي اللي يعتبر بمثابه مسرح يعني للعرض. بمثابه مسرح مفتوح، ولكن عشان طبعا درجه الحراره بيستخدم مساء اكتر منه نهارا. طيب نكمل مع حضراتكم ونشوف داخل المتحف والعمل داخل المتحف، ونتكلم أكتر عن تفاصيل المقتنيات العظيمة وتاريخ مصر اللي داخل المتحف في صباح دريم. خليكم معنا.